مداشر وقرى ببلديتي الريس وأولاد فاضل استفادت بالغاز الطبيعي والكهرباء بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال، وهي السياسة المنتهجة من قبل الدولة الجزائرية من أجل تغطية كل شبر بهذه الطاقة الحيوية. اليوم نقدر نفتخر ببلدنا، نفتخر بالجزائر الجديدة خاصة. إذا الحمد لله اليوم مادام الاخر يعني كل نقطة راهي التي كوفر يعني كوفريناها الحمد لله. اولا نشكر المواطنين تاعنا اللي سهلوا الامور للمصالح الإدارية. كما تم تدشين ثانوية على اسم الإخوة الشهداء بن شيبة ببلدية فم الطوب تخليدا لأرواحهم الطاهرة وتضحياتهم في سبيل تحرير الوطن. وبالمناسبة نفسها تمت زيارة بعض المجاهدين على غرار صديقة الثورة زهراء الألمانية التي قررت الاستقرار بالجزائر منذ ثورة التحرير. واش نقول الشباب لازم يكملوا الشيء اللي بدينا هنا بالنية وبالصفاء كما بكري المجاهدين، لا شهر بالكلام فعال، لازم يهزوا الفلامبو ويطلعوا في بلادهم وفي والديهم وفي الناس الكل، يعني بصح البلاد هو كلش. احمد زمان ما درناش الاستعراض العسكري، والاستعراض العسكري هذا سياسيا يعطي خبره للعالم على الجزائر، لان الجزائر بذلت اموال وبذلت الشهداء وبذلت ابطال نتاع المجاهدين كل على هذا القطر هذا ليوم من الايام مثل هذو تفرحوا ونفرحوا بكم ونشرفوا بكم كذا بالشباب بالرئيس نتاعنا بالوالي نتاعنا بالرئيس الدار نتاعنا وكلكم نشرفوا بكم ونرحبوا بكم بقلوبنا بشعورنا، لان احنا عدينا حياتنا كامل شبابنا كله ضيعناه في سبيل الوطن بدون تزكيه. لتبقى هذه المناسبات التاريخيه فرصه في استذكار البطولات والمواقف الجسام للشهداء والمجاهدين.